طيب يا فندم، حضرتك شايفة القرار ده سهل تنفيذه بقى على الجانبين، يعني سواء هو قرار من الدولة أو من الناس نفسها، إنه بعد حتى ما يطبق القرار ممكن نلاقي ناس زي ما بيقولوا كده من تحت السلم بتبتدي إن هي تصنع حاجات بلاستيك وتبيعها؟ صح صح، كلام حضرتك صح. وخدي بالك في نقطة تانية، حضرتك دي صناعة تقدر قيمتها يمكن بعشرات الملايين، المصانع اللي بتعمل الحاجات دي، فأنت برضو داخلة ضد مصالح بعض الناس، يعني مدركين ان دي حاجه مضره، لكن انت اي حاجه بتحاولي تعملي فيها تغيير جذري في سلوك الناس او ثقافتهم لكنها مساله صعبه. لكن انا لما ببتدي، نفترض انا حد في سني، انا مش هيفكر في الحكايه دي، هيقول لك ما خلاص بقى يعني جيتوا على دي. لكن لما انا بعلم الطفل في المدرسه ان المواد البلاستيكيه هي مواد ضاره لكذا لانها كذا وكذا وكذا، خلاص بتترسخ في ذهنه. فلما تيجي المسائل بعد كده لما يكبر بيبقى الثقافه دي موجوده عنده اساسا. فاحنا ما عندناش، بصي ما عندناش يعني رفاهيه التخلي عن هذه المساله لما نبدا فيها النهارده وتتحقق ان شاء الله كمان 20 سنه. صح. يبقى نقول احنا انجزنا برضه حاجه. استاذه انيسه حسونه طبعا عضو مجلس النواب، نورتنا جدا جدا، وحاجه بجد انا مبسوط بيها ان احنا حتى يعني بنفكر لكام سنه قدام، ل 100 سنه قدام واكتر كمان. صح، بنتكلم ان الكيس يا جماعه ساعات ما بيتحللش فعلا اكتر من 200 سنه. بنشوف الثروه السمكيه في المحيطات وفي البحار كمان، بتلاقي مثلا السمكه ملفه لها كيس وحاجه كده مش عارف تخلص منها. ده حقيقي، ده بالظبط. يعني هو الموضوع ممكن ياخد شويه وقت، ولكن فكره الوعي او الثقافه عند الاطفال من وهم صغيرين هو ده اللي هيحسن الدنيا. صح. قدام ممكن لو حد جيت له وهو كبير ما تقبلش الفكره، طول عمري بستخدم ده، يعني ايه اللي جرى، ما احنا عايشين اهو كويسين، فممكن ما يبقاش مدرك الفكره قوي. ولكن لو بقى الجيل الجاي، الجيل الجاي انا يعني زرع عنده الحته دي ومأكده عليها، هيطلع هو مهتم جدا بالنقطه دي. صح.